في استقامية. لحل هذا السؤال دائما نركز على شيء، على الارتباط الخطي، أن يكون هذا يكون الشعاع AB، ها هو الشعاع AB قمنا بحسابه، والشعاع AC قمت بحسابه، لأن تعرفون كيفية الحساب اللي هو AB يساوي النهاية ناقص البداية اللي هي إحداثيات مركبات الB هكذا ناقص الإحداثيات الA، هنا عندكم زائد تصبح لكم 1 2 4 ها هو أمامكم، ونفس الطريقة بالنسبة إلى AC. لاحظ إلا أنه وجدنا هذه، سنجعل هذه النسبية فقط، نجعل مثلا هذه هنا نتابع جيد، سأقوم بعملية شرح. إذا عندنا نجعل هكذا فقط، يكفينا 2، نأخذ هذا وهذا مثلا 1 2، وهنا نأخذ 2 و1، نلاحظ أن هذه النسبية غير متساوية. ومنه ماذا يمكن أن نقول؟ نقول أن A B لا يساوي K في AC. إذن A B لا يساوي K في AC، يعني لا يوجد ثابت بينهما، هنا K في AC. بما أن الشعاعين غير مرتبطا خطيا، فإن النقط تعين مستوي. ومنه A B C تعين ماذا؟ تعين مستوي فقط. نأتي إلى السؤال الذي بعده قال عين شعاعا ناظميا للمستوي A B C. لاحظوا لو نقوم برسم مثلا هذا المستوي، نقوم برسم مستوي هكذا حيث فيه 3 نقاط مثلا A و B و C، عليكم بالشعاع الناظمي يجب أن يكون هكذا ناظميا على هذا المستوي، حيث ماذا نقول؟ نقول هكذا أنه يكون عمودي على ماذا؟ على الـ AB عمودي عليه، وعمودي على ماذا؟ على الـ AC. يعني A B سلمي N يساوي 0 و شرط، كلمة و هنا يعني و، وماذا؟ و A C سلمي N يساوي 0، يعني يكون ناظمي مع الأول وناظمي مع الثاني. لا يمكن أن يكون ناظمي مع واحد ونقول أنه شعاع ناظمي، لا، يجب علي أن يكون ناظمي على الشعاعين AB و AC. حيث مركبات الآن، مركبات قلت الآن هي A و B و C، والمطلوب هنا إيجاد الـ A والـ B والـ C. ماذا يصبح لدينا؟ لاحظوا يصبح قلنا N سلمي AB يساوي 0 و N سلمي AC يساوي 0. ماذا يعطينا؟ ها هي المركبات، ننتبه جيدا، قلت ها هي مركبات، لاحظوا ها هي مركبات AB في N، يعني تعطي لكم هكذا، تعطي لكم A B C سلمي ماذا؟ 1 2 4 يساوي 0. يصبح هذا في هذا زائد هذا في هذا زائد هذا في هذا يعطي لنا ماذا؟ يعطي لنا 0. ها هي العلاقة الأولى. نفس الطريقة بالنسبة إلى هذه الجهة، يعني هذه نضربها في A و B و C نجعلها تساوي كم؟ 0. نتحصل على المعادلة الثانية التي تلاحظونها هنا. الآن كي نتخلص من أو لإيجاد الـ A والـ B والـ C، علينا بماذا؟ بتثبيت C، نعطي قيمة للـ C. لاحظوا سأقوم هنا بالحل أمامكم، بالرغم هو ها هو الحل ها هو، لكن يعني نتعلم كيفية إيجاد الـ A والـ B والـ C. لاحظوا جيدا فقط، يصبح ماذا؟ قلنا وجدنا A زائد 2B زائد 4C يساوي 0، و2A زائد B ناقص C يساوي 0، بوضع ماذا؟ بوضع C لا تعطوه 0، احذروا أعطيه 1 2 3، لكن 0 لا، لو أعطيتهم قيمة 0 فكلهم يذهبون إلى 0، إذن أعطي له 1، ماذا يصبح لديكم؟ هيا عوضوا، تصبح A
زائد 2 بي زائد ماذا؟ الأ السي أعطينا واحد تصبح زائد 4 يساوي الصفر. وماذا؟ واثنان أ زائد بي ناقص واحد يساوي الصفر. لماذا؟ لأني قمت تعويض السي هنا وكذلك هنا. الآن لإيجاد مثلا الأ، مثلا لإيجاد أ، ما رأيكم أن أضرب هذه أو إيجاد بي لأتخلص من مثلا من الأ؟ نضرب هذه المعادلة في ماذا؟ نضربها في ناقص اثنان. في ناقص اثنان ماذا تصبح لكم؟ تصبح لكم ناقص اثنان أ ناقص أربعة بي ناقص ثمانية يساوي الصفر. ونترك هذه كما هي، اثنان أ زائد بي ناقص واحد يساوي الصفر. بالجمع ماذا يحدث؟ هذا يذهبان، ماذا تعطي لكم؟ تعطي لكم خمسة ماذا؟ خمسة بي ناقص تسعة يساوي الصفر. ومنه بي كم يحدث لنا؟ يعطي لنا تسعة على خمسة. هذا أولا، تسعة على خمسة. كذلك قلت نعم، أربعة سي عوضنا بي الواحد، هكذا هكذا هكذا. نعم بي أعطت لنا تسعة على ماذا؟ على خمسة. ولكن يعني بعد ما نكمل العمل، لاحظوا معي سنكمل الحساب، تابعوا جيدا. بعدها سنتحصل على كذلك على الأ، ثم يحدث لنا أن نجده عبارة عن كسر كسور، نقوم بضرب عدد فتختزل كل الكسور، يعني على خمسة على خمسة على خمسة، يبقى لكم هذا هو الشعاع النظيمي بكل بساطة، لأنه تجدون هذه ثم يخرج لكم عبارة عن كسر. لكي تتخلصوا من الكسر أضربوا في قيمة سيحدث مباشرة، هذا هو شعاع الناظم بكل بساطة. نأتي إلى استنتاج معادلة ديكارتية للمستوي ABC. كما تعلمون أن أي مستوي يعين بنقطة وشعاع ناظمي. نأخذ أي نقطة كانت، مثلا نأخذ نقطة A، نقول A M سلم ماذا؟ سلم الشعاع الناظمي يساوي كم؟ الصفر بكل بساطة. أو نأخذ هذه الطريقة التي أجعل هنا أشعة الناظمية هنا زائد دي، ثم نعوض بالقيمة A كما تلاحظون هنا في المعادلة، يظهر لكم هذه هي معادلة A B C. أو اتخذوا هذه كذلك X ناقص X A و Y ناقص Y A و Z ناقص Z A في مركبات شعاع الناظمي التي هي 2 وناقص 3 و 1 يساوي صفر، اجعلوها بالجداء السلمي تساوي صفر، ستجدنا كذلك هذه معادلة المستوي بكل بساطة. نتطرق إلى السؤال الذي جاء بعده، حيث يقول، ننتبه جيدا، قال استنتج معادلة، انتهى، أثبت أن المثلث ABC قائم. لم يقل استنتج، قال أثبت. لاحظوا للإثبات، يعني هنا اتخذنا هذه الطريق، وجدنا حساب AB و AC يعني بالمركبات، وجعلنا الجداء السلمي وجدناه صفر. ماذا يمكن أن نقول؟ يمكن أن نقول، يعني أنا أشرح هنا، يمكن أن نقول المثلث أنه قائم في ماذا؟ في النقطة المشتركة، في قائم في ماذا؟ في A، قائم في A. أو بطريقة ماذا؟ بطريقة الأطوال، نقوم بحساب الطول AB والطول AC والطول BC، ونلاحظ لأن هنا أثبت أن المثلث قائم، لم يقل قائم في A ولم يقل قائم في B ولم يقل قائم في C. إذن هنا علينا مثلا أن نحسب الأطوال AB وAC وBC، ثم نقوم بنظرية العكسية لنظرية فيثاغورس، فنجد أنه قائم، لأن في هذه الحالة لا ليس دائما نتوصل إليها، لأن هنا قمنا بماذا؟ بأنه قمنا عرفنا وكأنما أنه قائم في A. لو قيل هنا قائم في A نفعل بهذه الطريقة، لما يقول أثبت أن المثلث قائم فقط ولم يذكر أي نقطة، ما عليكم إلا حساب الأطوال ونطبق النظرية العكسية لفيثاغورس. الآن نأتي إلى السؤال الذي بعده، قال أحسب مساحة المثلث ABC. تعلمون أن مساحة المثلث هي، ها هو المثلث قائم في A B و C، تساوي مساحة ماذا؟ مساحة A تساوي القاعدة، طول القاعدة
في ماذا؟ في الارتفاع على ماذا؟ على 2. الطول AB ها هو قمنا بحسابه، فاصلة النهاية ناقص فاصلة البداية مربع والترتيب وكذا. كذلك هنا تعرفون ذلك، طول على 2 تحصلنا على هذه النتيجة. قاعدة الأطوال تعرفون كيف تحسبون الأطوال اللي هي AB هكذا يساوينا الجذر، جذر ماذا؟ XB ناقص XA مربع زائد Y كذا إلى حتى لا زاد، حتى إذا زاد سنتيمتر مربع إذا ذكرت الوحدة. الآن بعد النقطة، الآن نأتي لهذا السؤال، بعد النقطة عن مستوي، بعد النقطة عن مستوي ماذا يقول القانون؟ انتبهوا جيدا إلى هذا السؤال، بعد النقطة عن مستوي. إذا D هي المسافة، D للنقطة D وماذا؟ والمستوي A B C تساوينا ماذا؟ لاحظوا تساوي هكذا، عفوا تساوي هكذا وهكذا وهكذا. هنا ماذا نفعل؟ هنا الأشعة، نجعل الشعاع الناظمي للمستوي مربع، نربع مركبات. لو تلاحظون هو هذه هي مركبات، مركبات أن نربعها يعني هكذا، وهنا ماذا نكتب؟ نكتب ماذا؟ إحداثية النقطة دي في ماذا؟ إحداثية النقطة دي في تركيبة آن يعني هكذا، يعني هذه 2 في إكس دي اللي هو ناقص 4، وهنا كذلك هذه في إجراج دي التي هي 2، وهذه ها هي النقطة دي، ها هي النقطة دي أنا أشير إليها هكذا، زائد ماذا؟ زائد دي. دي هو ماذا؟ دي كما تلاحظون هو الزائد في المستوي، يعني معادلة المستوي دي ها هي، لو نرجع إليها ها هي أمامكم، ها هو الدي هو ناقص 1. ونكمل حتى توصلنا أن البعد هذا هو جذر 14. الآن حساب حجم رباعي الوجوه. لاحظوا رباعي الوجوه الذي هو يشبه هنا الهرم، مساحة ماذا تساوي قاعي؟ ما يقول القانون، قانون كلكم ربما تحفظونه، هو مساحة القاعدة في الارتفاع في ثلث. لماذا؟ في ثلث، يعني V يساوي 1/3 في S مساحة القاعدة في الارتفاع. لو تلاحظون إلى الشكل، أنا هنا قمت بالشكل هكذا، ها هي القاعدة، مساحة ماذا؟ مساحة المثلث. إذن هنا هذه مساحة المثلث التي هي ها هي محسوبة أمامكم في ماذا؟ في البعد هو ماذا؟ هو من هنا هكذا ولكن عموديا على هذا. ما هو المستوي هذا؟ هو المستوي ABC. البعد هو ماذا؟ ها هو البعد أمامكم، إذن هذا هو البعد في 1/3. المساحة عندكم جذر 14، والبعد هو جذر 14 على ثلث. جذر 14 في جذر 14 لكم 14 في 3/2 هذه هي مساحة المثلث، تعطي لكم هكذا 7. قوموا بالحساب، ستقومون 7 سنتيمتر مكعب، لأنه حجم، لأنه ماذا؟ حجم. نكمل مع السؤال الذي جاء بعده. ماذا يقول السؤال؟ قال عين مركز سطح الكرة S الذي معادلته كالتالي. بكل بساطة هنا سنقوم بالشرح أمامكم. بكل بساطة نأتي إلى هذه المعادلة. كيف قلت؟ قلت بكل بساطة نجعل هكذا X ناقص، هل يوجد هنا X في هذه الثلاثية؟ هذه الثلاثية لا يمكن أن نتكلم معها أبدا، لا يوجد. إذا نقول هكذا زائد Y، هل يوجد؟ نعم، نقسمه على 2 فقط، نقسم هذا العدد الذي في Y على 2 بالمحافظة على الإشارة، نقسمه على 2 هكذا، زائد زاد، نقسم هذه على 2 كم؟ ناقص 3 مربع يساوي R مربع. قاعدة هذه نكمل، يعني لاحظوا معي كيف أكمل، نقوم بالإكمال. لاحظوا جيدا، أين ينعدم هذا؟ ينعدم هذا الذي بداخل الأقواس فقط عند الصفر،
وهذا عند ماذا؟ عند ناقص واحد. وهذا عند ماذا؟ عند ثلاثة. هكذا المركز يخرج بطريقة بسيطة جدا. قلتنا إذا هنا لا يوجد عندكم الإكس ضعوا الصفر. نقوم بقسمة هذا على اثنان فقط، العدد فقط لا تبالوا إلى الإيجراج، ونقسم هذا على اثنان فقط. هذا لا نتكلم معه، هذا الزائد لا نتكلم معه دي. هذا الدي سنستخرج منه نصف القطر. لاحظوا كيف بقي لنا، بقي لنا نصف القطر. ها هو ماذا يقول نصف القطر؟ يقول ربع هذا زائد هذا زائد هذا، يعني بينهم زائد بالتربيع، يعني تعطي لكم صفر مربع زائد ناقص واحد مربع هو واحد، زائد مربع هذا هو تسعة، ناقص ماذا؟ ناقص آر مربع، هكذا قاعدة، يساوي ماذا؟ يساوي لكم هذه الزيادة التي هي ماذا؟ ناقص 15. لو كانت لا توجد، يعني لا يوجد 15، ضعوا الصفر. قوموا بحل هذه المعادلة، كم تعطي لكم؟ 10 ناقص آر كاري يساوينا ناقص 15. سنرجع هذا العدد من هذه الجهة وهذا العدد من هذه الجهة، كم؟ تصبح 15 نرجع منه تعطينا 25 يساوينا ماذا؟ آر مربع، ومنه آر كم يصبح يساوي؟ ما هو العدد الذي نضربه في نصف يعطي 25؟ هو 5. إذن ها هو أمامكم بكل بساطة. نأتي إلى السؤال الثامن، قال أحسب بعد، ها هو السؤال ربما هو لا يظهر، ها هو أمامكم. قال أحسب بعد النقطة أوميغا عن المستوى ABC. كما تعلمون نفس الطريقة، بنفس الطريقة قمنا بحساب بعد النقطة، ها هو أمامكم. كذلك قلنا يساوينا فاصلة هذه في مركب آن هو اثنان، وترتيبة هذه ها هي الترتيبة في هذا، وماذا؟ وزاد الراقم هذا في ماذا؟ في هذا، زائد دي، الدي هو عندكم من قبل هو ناقص واحد، وقمنا بالحساب فوجدنا هذه. احذروا المسافة دائما هذه تخرج عدد موجب، حتى ولو وجدتم ناقص 5 بين بالقيمة المطلقة على مثلا على جذر 14، احذروا هذه تعطيكم 5. لاحظ وجدنا كم؟ وجدنا 5 في جذر 14 على 14 بعد تنطيق المقام. الآن نأتي إلى السؤال الذي بعده، لاحظوا كم وجدنا. قال السؤال الذي بعده، قال أعطي، انتبه، أعطي تمثيل وسيطي لمستقيم دالتا الذي يشمل النقطة أوميغا ويعامد المستوي ABC. تمثيل وسيطي، ننتبه فقط إلى هذا السؤال، عفوا، بماذا يعين مستوي مستقيم تمثيل وسيطي؟ بماذا يعين؟ يعين مستقيم بنقطة، النقطة هي ها هي أمامكم، وشعاع توجيه، ولكن لا يوجد شعاع التوجيه. شعاع التوجيه يعطي له، يعطيه إياه هو المستوي لأن يعامده. لاحظوا لو نقوم برسم هذا الشكل فقط، ها هو المستوي ABC، له شعاع هكذا، له شعاع ناظم اسمه، له شعاع ناظم يعني يشكل معه زاوية قائمة اسمه N. هو قال تمثيل وسيط المستقيم دالتا، ها هو مثلا دالتا الذي يعامد P، ها هو دالتا يعامد P ويشمل نقطة من الفضاء هي أوميغا. لاحظوا كيف أصبح هذا الشعاع بالنسبة إلى هذا المستقيم، أصبح شعاع توجيه له. شعاع التوجيه هو نفسه N. هذه علاقة موجودة بين المستقيم والمستوي، لما يكون متعامدين سيعطي بعضهم البعض أشعة. إذا كان توجيه يعطي له المستوي يصبح ناظمي، والعكس صحيح. إذا ومنه ماذا يصبح لدينا؟ لاحظوا مثلا نقطة أم هذه، يصبح هذا الشعاع نقطة أم، هذا الشعاع وهذا كيف؟ مرتبطان خطيا. ما معنى مرتبطان خطيا؟ معنى هكذا، معناه أوميغا أم يساوينا تي في أن، لأنه مرتبطان خطيا، أو كا. بعد الحساب قوموا بالتعويض أنتم، ستجدون هذا هو التمثيل الوسيط. ماذا تصبح هكذا؟ لأن أوميغا أنتم عندكم إحداثيها قد استخرجناها من قبلها، هي أمامكم
ها هي تصبح يعني ماذا؟ تصبح إكس ناقص صفر وإيكغاك زايد واحد وزاد ناقص ثلاثة يساوي لنا تي في أن، وأن هو عندكم، هو عندكم في التمرين، ها هو أمامكم، ربما نسيناه. أن يساوي لنا اثنان ناقص ثلاثة واحد، أن يساوي لنا قلت اثنان ناقص ثلاثة واحد، اثنان ناقص ثلاثة واحد، وأكملوا الحساب سينتج مباشرة عندكم الجداء التمثيل الوسيطي كما هو مبين فيه، حيث تي هو عدد حقيقي وسيط. الآن عين معادلة، عين طبيعة وخصائص تقاطع المستوي A B C وسطح الكرة. لاحظوا أنا قمت الآن هنا، لاحظوا جيدا، سأقوم بعملية المهل حتى يتسلل لنا الشرح الجيد. دائما نستعمل الكراس والورقة، كراس وقلم لكتابة الأجوبة حتى تفهموا جيدا. لاحظوا قمنا بحساب بعد النقطة دي أوميجا على المستوي ABC اللي هو هذا، هو هذا مركز سطح الكرة. وجدناه كم؟ لاحظوا قمنا بحسابه، وجدناه 5 في جذر 14 على 14. لاحظوا وجدناه 5 في جذر 14 على 14، هذه المسافة. ونصف القطر كم وجدناه لهذه سطح الكرة؟ هذا كم وجدناه؟ هذا وجدناه 5. وهذا البعد الذي قمنا بحسابه وجدناه كم؟ 5 في جذر 14 على 14. لو تلاحظون إلى هذه المسافة هي ماذا؟ هي أكبر من هذه المسافة. لاحظوا، نعم هي أكبر منها. إذا كانت أكبر منها فأن المستوي هذا A B C يصبح يقطع هذا سطح الكرة الذي أشير إليه في دائرة، ها هي الدائرة التي أصبح يقطعها، لهذا هذه يقطعها وفق دائرة سي فتحة. الآن كيف يمكن لي أن أعين لها نصف القطر والمركز؟ لاحظوا جيدا، نصف القطر نستنتجه بنظرية، نظرية فيثاغورس. لاحظوا هذا المثلث أمامكم كيف هو، هو قائم، وانتبهوا جيدا أنا أشرحه هنا. لاحظوا ماذا نقول، هذا هو، هذا الذي أشير إليه، هذا هو هو نصف قطر هذه الدائرة. ماذا يعطينا؟ R كبير هو هذا الوتر يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا D مربع زائد R مربع، حسب نظرية فيثاغورس هذا مربع يساوي هذا مربع زائد هذا مربع. وها هي أمامكم، ها هي أمامكم العملية، يخرج R، ها هي قمنا بتعويض هذه القيمة وهذه القيمة فوجدنا هذه هي القيمة. نأتي إلى المركز، المركز ما هو المركز؟ ننتبه جيدا، المركز مركزها هو ناتج عن ماذا؟ ها هو دلتا، هذا هو الدلتا الذي يشمل ماذا؟ أقول سأقوم بعملية المحي حتى يتسنى لكم الفهم. لاحظوا فقط، لاحظوا هذه أسئلة شائعة أكثر إلى الشعب الرياضيات وما أشبه ذلك. لاحظوا ها هي دلتا، هذا دلتا يشمل ماذا؟ يشمل أوميجا، لأن قمنا بحساب، ها هو أمامكم، ويتقاطع مع المستوي A B C في نقطة نسميها ماذا؟ نسميها أوميجا فتحة. لو تلاحظون هي تقاطع ماذا؟ هذه النقطة ناتجة عن تقاطع، تقاطع هذا المستقيم مع هذا المستوي، مع المستوي A B C. لإيجادها بكل بساطة نأتي بالتمثيل الوسيطي، هذا هو تقاطع ماذا؟ مستوي A B C. A B C ما هي معادلته؟ ها هي أمامكم،
ها هي أمامكم للتذكير فقط، ها هي أمامكم، هي 2 إكس ناقص 3 إيكغيك زائد زد ناقص 1، 3 إكس 2 إكس ناقص 3 إيكغيك زائد زد ناقص 1 يساوي الصفر. ماذا نفعل؟ نأتي بهذه القيم هنا وعوض كل قيمة بما يساوي هكذا. فيبقى المجهول ما هو؟ يبقى المجهول تي، ها هو التي تحصلنا عليه. الآن أين التي؟ التي سنقوم بتعويضه هنا ثم هنا ثم هنا. لما تقوم بتعويض تي ينتج إكس إيكغريك زد، وها هي أمامكم. لاحظتم؟ عوضت إكس وإيكغريك وزد في معادلة المستوي، فأصبحت المعادلة فيها مجهول هو تي. ثم لما تحصلنا على تي الذي هو ناقص 5 على 14 قمنا بتعويضه هنا، فتنتج مباشرة تلك الإحداثيات. هذه خطة لإيجاد نقطة تقاطع مستوي ومستقيم. نكمل مع باقي الأسئلة. أقل 11 ليكون مستوي بي أعطي لنا، هذا بين أن المستويان متعامدان. لاحظوا عندي ها هو مستوي وها هو مستوي. الأول هذا له شعاع ناظمي وهذا له شعاع ناظمي آخر نسميه مثلا انفتح. لاحظوا ماذا يشكل لنا بينهم؟ يشكل لنا بينهم يعني هكذا منحاهم يعطينا ماذا؟ زاوية قائمة. ماذا يمكن أن نقول؟ نقول معناه أنهما كذلك شعاع متعامد، يعني آن سلمي آن فتحة نجدهم يساوي الصفر. إذا وجدناهم يساوين الصفر فالمستويان متعامدان. إذا يكون مستويان متعامدان إذا كانت أشعتهما متعامدة، يعني الجداء السلمي يساوي الصفر. ويكون مستويان متوازيان إذا كانت الأشعة متوازية، يعني مرتبطة خطية فقط. ها هو أمامكم، كم وجدنا؟ وجدنا صفر، لأن الشعاع الناظم لهذا هو لو سميناه آن فتحة هو واحد واحد واحد، قيم التي مضروبة في إكس وإيكغريك وزد. ملاحظة فقط، لو كان عندكم مثلا هذا المستوي يساوي الصفر، هذا مستوي، ما هو شعاعه الناظمي؟ احذروا، شعاع الناظمي قيمة التي مضروبة في إكس هي واحد، وإيكغريك لا يوجد وزد لا يوجد، هذه هي معادلة الشعاع الناظمي لهذا المستوي. احذروا، لو قال زد يساوي الصفر ما هو؟ آن يساوي الإكس لا يوجد، إيكغريك لا يوجد، والزد ما هو؟ مضروب في ماذا؟ في واحد، هذا هو الشعاع الناظمي. احذروا من ذلك. نأتي إلى سؤال، أعطي تمثيل وسيطي للمستقيم دلتا فتحة تقاطع بي وأ بي سي. بما أنهما متعامدان هما ماذا؟ هما متقاطعان. إذا بما أنهما متعامدان هذا وهذا متعامدان يعني هكذا، فهما متقاطعان وفق ماذا؟ وفق مستقيم. كيف أستخرج تمثيله الوسيطي؟ بكل بساطة نقول نضع مثلا نضع مثلا إيكغريك يساوي تي، أو ضع زد يساوي تي فقط. الآن مثلا قمنا بوضع مثلا إيكغريك يساوي تي، ماذا تعطي لكم؟ 2 إكس ناقص 3 تي فتحة زائد زد ناقص 1 يساوي صفر، وماذا؟ وإكس زائد تي زائد زد ناقص 1 يساوي صفر. الآن إيجاد ماذا؟ إيجاد إكس وزد بدلالة تي. ماذا الآن كيف أفعل؟ ما رأيكم بضرب هذه المعادلة مثلا في ماذا؟ في ناقص 1 حتى نتخلص من زد، ماذا تعطي لكم؟ لاحظوا تعطي لكم، سأكتب هذه الأولى 2 إكس ناقص 3 تي فتحة زائد زد ناقص 1 يساوي الصفر، والثانية ماذا تصبح؟ تصبح ماذا؟ قل ضربها في تصبح ناقص إكس ناقص تي فتحة ناقص زد زائد 1 يساوي الصفر. بالجمع هذا يذهب، ماذا تعطي لكم؟ إكس وهذا مع هذا ناقص 4 تي فتحة وهذا مع هذا صفر، يصبح إكس ماذا يساوي؟ ها هو أمامك، يصبح 4 تي فتحة. ها هو بقي لنا الزد، نقوم بعملية تعويض مثلا هذه القيمة مثلا هنا، عوضها مثلا هنا، عوضها هنا، يبقى ما هو المجهول؟ يبقى هو المجهول هو زد.
نستنتج أن هذا هو التمثيل الوسيطي بكل بساطة. لكن احذروا من هذه الحالات الخاصة، يوجد حالات خاصة صعبة أن تعين لها تقاطع. يعني لو اعطينا هذا المستوي x يساوي الصفر و y يساوي الصفر، هذا مستويان وهما متعامدان. لو تلاحظون، لاحظوا ها ان يساوي لنا واحد صفر صفر، وهنا مثلا ان فتحة الذي هو صفر واحد صفر، لأن الإكس لا يوجد والإيكغريك لا يوجد والزد لا يوجد والإكس لاحظ هذا سلمي، هذا أن سلمي أن فتحة، هذا في هذا صفر زائد هذا في هذا الصفر زائد هذا في هذا الصفر، فهما متعامدان، يعني أن يعامد أن فتحة، فهما يتقاطعان وفق ماذا؟ مستقيم. كيف أستخرج تمثيله الوسيطي؟ بكل بساطة، تمثيل الوسيطي لهذا المستوي لهذا المستقيم الذي ينتج عليهما، لأنه هذا يعني مثلا كمثل هذا وماذا وهذا، ها هو المستقيم الذي ينتج بينهما هذا أو ربما هذا، هذا ومع هذا يعطينا لكم هذا. المهم بكل بساطة لاحظوا x كم؟ صفر. و y كم؟ صفر. إذا مباشرة نقول z يساوي t، هذا هو التمثيل الوسيطي حيث t ينتمي إلى r. إذن هذا هو الشعاع، هذا هو التمثيل الوسيطي المستقيم الناتج عن هاتلك هذان المستويان، حيث شعاعه توجيه هو صفر، شعاع التوجيه اللي سميناه في، سميناه في صفر صفر واحد. لو أعطانا مثلا إكس يساوي الصفر وزاد يساوي الصفر، هما متعامدان، ما هو التمثيل الوسيطي المستقيم؟ هو هذا، وإيكغريك يساوي تي، هذا هو التمثيل الوسيطي للمستقيم الناتج عنهما. نكمل، نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده، قال عين بعد النقطة بعد النقطة عن المستوي، الأولى عن مستوي، هاي بعد النقطة عن المستوي تعلمون بالقاعدة، عندكم مستوي وعندكم كل شيء، أن المستوي ها هو المستوي بي، وهاي النقطة ماذا؟ دي، قوموا بالتعويض فقط تجدون هذا. ثم استنتج المسافة بين ماذا؟ دي وماذا؟ ودلتا. استنتاج مسافة بين نقطة ومستقيم، لأن لا يوجد لنا قانون، يوجد لنا قانون بعد نقطة عن مستوي، أما بعد نقطة عن مستقيم لا يوجد، تستنتج فقط. نتابع، لاحظوا وجدنا البعد هذا هو، ننتبه لاحظوا ها هو المستوي ABC وهو المستوي بي، انتبه فقط، هذه المسافة عندنا، هذه المسافة دي عندنا، وهذه دي فتحة عندنا التي هي ماذا؟ هذه المسافة بين ماذا؟ هذه دي هي المسافة بين النقطة دي والمستوي بي، ها هي، وهذه المسافة ما هي؟ هي لسميناها دي اثنان